يقولهاش ما يقولهاش. مرحبا بمتابعي قناة شوف تي في مباشرة من إقليم سيدي بنور، قيادة خميس نمرة، دائرة خميس نمرة، جماعة الغناضرة دوار الكرارمية. مرحبا بمتابعي قناة شوف تي في اليوم في هذه القضية ديال هذا السيد اللي متزوج وأب، اللي كيقول انه كان مربيه واحد السيد، ومن بعد من كان مربيه السيد انه باع له الارض يعني بعشرة، ولكن ان عمه في التبني لان له الاخ الاب ديالو اللي كان مربيه. غادي نشوفوا اشنو واقع، اشنو غادي يحكي لنا. كما تنقولوا دائما قناة شوف تي في للطرف الثاني حق الرد، وحق الرد مكفول. كتكفلوا قناة شوف تي في لأي واحد، حنايا من أجل توضيح الحقيقة ومن أجل نوصلوا صوت المظلومين. السلام عليكم. السلام عليكم. عرفنا براسك بعدا. السلام عليكم. خضر عبد الكبير، دوار كرارمية. دوار كرارمية زمامرة، جامعة الغناضرة. جامعة الغناضرة. أنا سيدي واحد السيد اللي هو ضعوفة محمد بن علي بن زهرة، كبر الام ديالي الاول بالتبني ما كيولدش، وفي 1981 جوج الام ديالي في 1981 ولدتني الام ديالي في 1981، ومن بعد ما ولدتني رباني هو والام ديالي الضاوي عماره. من 1981 حتى 1996 كتب لي النص، وجداي هي كتكبرني الضاوي عماره النص، ومن بعد 2013 ضاوي عماره جدايا كتبت النص ديالها لضعوفة ناعمة بنتها، ومن بعد 2018 توفى الأب ديالي في 2018، ناض الأخ ديالو اللي هو ضعوفة حسن اللي هو كان رئيس أربعة ديال الولايات اللي كان دوز سابقا، ترمى لينا على الأرض، حيد الدرك ودخل الحطاق، كسر البيبان ودرينا حوايج ديالنا، وهز البون بدل البير اللي كنا عاطين من الناس الماء وكل شيء داها، ومن بعد دعيناه درنا به دعوه ديال الترامي ودال السرقه وكلشي، ومن بعد الدعوه ديال الترامي وكلشي حكموا عليه بالبراءه، ومن بعد عامين وهي الارض راكده، من بعد عامين ناض هو قال لهم حكمت لي المحكمه، وجا مشى كيحرط في الارض، ملي مشى يحرط الارض عاود درنا به دعوه اخرى على الترامي، علاش مشيتي كتحرط في البلاد وتسال المحكمه ما حكمش لك، ملي درنا ثاني دعوه اخرى عاود درك حكموا عليه فيها بالبراءه، اربعه ديال الدعوات في الجنحي وربعة ديال الدعوات في المدني، وعندنا هنا الوثائق صحاح، وناض السيدي دار لي واحد الدعوه اللي هو ولد عمو بانني انا تبعته بمنجل وجنويه وزرواطه وضربته، ودار لي الشهاده بنت مرت ولده هي اللي شهاده فيا، ومرت بنت عمو هي اللي شهاده فيا انا، بان ملي دزنا في الجلسه في المحكمه سولهم القاضي قال اش كيجيك، قالت لي انا هذا السيد ما كيجينيش، هي مرت علي وقالت لي انا ما كيجينيش ماشي راجلي، والاخر ضعوف ابراهيم تواز مرتو بمرت خوه مقجل الاسماء ديالهم الله يخليك سير، ومن بعد حكموا عليا انا بشهرين نافذه و 4000 درهم غرامه، والمراه الزوجه عندي حكموا عليها ب 5000 درهم وثلاثه اشهر سورسي على ديالنا، حنا عندنا الوثائق ديالنا صحاح، وكنطلب انا هذا النداء يوصل لمحمد السادس وعاش الملك والله ينصر محمد السادس. هاد الناس طغى علينا ثلاثه سنين وحنا في الشرع، وحنا ساكنين دابا في حانوت، واسم الحانوت كانت قهوه، والارض ديالنا حطه دارنا بالقوه، ثلاثه سنين دابا وحنا في الشرع ديال المحكمه، ثلاثه سنين كيقول لك الا بغيتي الا بغيتي انا تاخذ بلادك غتعطيني منها نصيب، حيت خويا ما خلاش ليا يعطيني نصيب منها. دابا انت عندك وثائق بيع عشرة كلشي؟ عندي وثائق ديالي بيع عشرة صحاح، هاهم ها الملكيه ديال جدي اللي دار فيها 12 شهر، ها في 96 اش باع ليا هاي 96
فاش باع ليا عدد الاراثه ديالهم مادي في 71 هاي دايره في 71 من قسم الارض هذه في 71 من قسم الارض عدد الاراثه هذه هنا خوتو مني كان اجدي قسم معاهم المحلات هاهم المحلات كتبوا ملي بيع ديال ديك الحطه ها جد ها الوريده عندي ناعمه ضعوفه هاي الشراء ديالها 2013 ها الشكايات شحال ها وحده الشكايات وكيل الملك هذه كل شيء ها ها الثانيه ها الثالثه ها الحكم اللي كان حكم البراءه ها هو ها الدعوه ديال المدني اللي كندير دعوه القسمه اللي درنا دعوه القسمه قال هو انا ماشي انا اللي كنسالك واحد الطرف اخر اللي عنده واحد النصيب ومن بعد ملي كتسالك سيده النصيب ناضو مشى باقي كيحرث قال لك انا غنوحلهم مع السيده اللي ما كتسال حتى حاجه وكنطلب انها من المحسنين الله يجزيهم بخير هاد السيده راه تعدى علينا تعدى علينا بزاف طغى علينا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وكنطلب من محمد السيد صوت النداء اجي الام ديالك تعاود لنا هي السلام عليكم بعدا السلام عليكم شنو وقع لك من الدار انا يا ودي انت سيد ربيني من هو كيقول لي قاعد عندك يلا جوج سنينات انا مع عقلاس ما كنعرفش لا مي لا با وكبرت معاهم في هذيك الخيمه وجوزوني هما وحطوني غير اسم ديالهم وملي ولت الولد الاول بالمعز ديالو قال لي هذا الولد خليه لينا غنحطوه حتى هو ولدنا واخا بيبه خليتو ليهم بقى كبر عندهم تم مشيت انا ولدت ولد اخر تا ولدت الثاني هذا حطيته قلت له قال لي لا ما يمكنش باش نحطوه حنا غتحطي ولدك ولدك غتحطيه مع ولادك حطيته بقى في هذيك الدار اللي تزوج ولد 18 عام تزوج ولد خمسات الاولاد تم وفي الاخر في الاخر نادت مي ناد الواليد باع ليه باع ليه قال لي تا ولدي وخدام عليا غنبيع لك لا وليدي ضرك ما غيخليوكش هنا ووليداتك غتبقى معايا هنا باع ليه والوالده ديالي اللي مربياني نص لي ونص ولدي ونص الوالده بقات تا قربت تموت بقات هكاك شي 9 سنين مهم هي قالت لي يا بنيتي انا ما غنخليش نموت اليوم ولا غدا ويجي ولاد خويا ودخلوا في ولدي ودوا لي تا ورزقه وولدي مرت ومعذب انا حط تعالي بنيتي نبيع لك حقي وبقيتي ولدك وبقيت انا وياه شويه ناض الواليد السائل اللي كبر ديته عندي براك عندي شويه ثاني نهار اللي توفى لي الراجل ديالي راجلي كيدير 10 سنين وكيدير دياليز السائل اللي ديته بركتو عندي براك نهار اللي توفى الراجل ناض هويا جابو قال لي هنود تعال عاود خيمتك راه هذا راه تعال راه ولدك هذا شرا على ولدي هنا خرج ما خلاش قال لي صافي ما تبقاش عندي مرتك جرى لي هذا راه حانوت لي بارك فيها برك ملي جا انت هي ديك الساعه اللي صيفطو صيفطي لي الاوديات بالمعيور بالسبان وهامه هاد الشكايه ديالي شحال جبت بدل كلمه هاد الشكايه ديالي جبت بدالين الشكايه هذيك اشد غوت عليا ولدي قال لي تعالي راه ما هرسوا راه هزوا الحوايج راه داروا هادير وقلت ليه صافي انا اش غادي ندير دركا انا مراور مالا ما عندي ما غندير قال لي تعالي راه نمشيو عند الشيخ عند القايد ندعيو جينا عند الشيخ دعيناه ملي جا الشيخ قال لنا ما قالش لنا هاك ورينا الوراق قلنا له ودي كيفاش كيفاش قال لنا ما قالش لنا هذا الشيء غوت عليه قال لي تاش قال لي اسكت زيد مع تاش قال لي زيد بحالو نقى الشيخ قال لنا انت ما غتمشيو لدار المال تمشيو للجدارميه مشينا على الجدارميه قال لنا غتمشيو للوكيل مشينا قدمني الشكايه ديالنا وكما سمعتيها تا ولدي ودروك هي ناض النهار اللي زرع ملي زرع حرات الفصه تعرضت ليه قلت لي الا ما عندكش الحق تحرته وتما محكومه لك لا ليا ضربوني ولادي بجوج ضربني طريق وعلي ضربوني طحت جات لابيلانس ها الشهاده الادراكيه باش ها الزانيه هاي عدت مشيت بحالتي
دعيتهم راه باقا لدروك الدعوه ما عمر بغاوت عليا ولا قالوا لي تعالي تقابلي معاهم ولا تحالي ما حضروني كاع جيت بحالي عقبو ثاني النهار اللي جاي يحصدوا الفصه مشيت ثاني جيت غوتت عليا نيت مرت ولدي قالت لي تعالي تي ديالك انا اللي مشيت راه دعوني داروا لي قدر تعالي لبلادك تي مشيت عاد حبس مول البريصه قلت لي شوف ما غاديش تحرط ما غاديش تبالط ولا تقدر تحصد الفصه راه ديالنا وراه في وراقنا ولا كانت عنده شي ورقه يجبدها وانا هز راسي نزيد درك نادو جاو هما تلقاو ليا شدوني كمشوني بحال هكا لقطوني شدوني العيرات من راسي سالي كمشوني بحال هكا رجعت ثاني زاد بحالته هربوا مالين البريسه زاد الاخر ولد ختهم زاد هو تلوتهم رجع جيت بحالي هنا سالي جيت هنا شويه تاني بدات تحصد البريسه سالي بدات تحصد نط ثاني خرجت باش نجري قلت لهم واش نتوما يا كانت تاع المحكمه خاص المحكمه بردتها لكم حرتو انا ما نقربش ليها كنت ماشي ديالي نزيد بحالي مشيت خلطو ثاني كمشوفيه وجروني شدني هو وهذاك اللي مول البريسه ولد ختهم شدني وشنق علي ودفعني حتى طحت وزاد يحصد شدني العم ديالي شنق عليا من هوك من هوك وجانق جانقني حتى داني حتى الحيط وخبطني قال لي الدار اللي دخلتي ليها راه غندفنوك فيها ها الشهاده هاي 23 يوم ها الضربه وفينا هو ها التصاور ديال الضربه راه كلشي دافع على المحكمه ها التصاور انت ها الضربه ضاربيني في الاول ضاربيني ولادو بجوج وفي الاخر ضربني هو ومرت ولدو وبنته بثلاثه تحاموا عليا نتفوني وهو شدني زيقفني وخبطني مع الحائط الورطه قلت لي اودي لك انت قال لك علاش ما بغيتش تخرق ورشك قسمي معايا وعطيني قلت لي واش نعطيها لك اش غنقول لك نبيع لك واش غنقول انا راه ديالي وراه محدد تحديد بمصدق غنفوت مصدق نعطيك هذاك الشيء اللي محدد به واش نبيعو لك واش غنمشي معاك هاد العدول بينا كتبتو لك ويكون بغاها لك خوك كون خلاه لك انا قلت لي راني ماناش انا قلت لي قلعتو لك ولا مشيت قلت لي شرف ودار عكاز ومشيت عدو قلت لي زيد بالزيت راه في صحتو هادشي بيعو لينا راه شحال من عام هذا دابا نطالبو في الحق ديالنا داو لينا حوايجنا داو حوايج المنزل كله ما خلاو تحت وهاد السيد اللي كان مربينو بارك باع علينا وقال لي انا بارك على وز الله والحسين ما بقات عندي حتى حاجه تم ما بقات عندي حتى حاجه وكاتب معايا انتزاب بين السيد ولدي انا كيتصرف معاه وقال لي انت ما تخرجونيش من داري حتى نموت قلت لي ما عمرني نقول ديالو نخرجك من حتى المامات نموت انا ولا قبلك ولا تموت قبلي وفي الاخر مصيفط لي تشهير بالمعيون في الفيديوهات وما بخلين ما قالين وصيفط للمحكمه راه مصيفطها وما عمر مدوك جات طلعت ثلاثه سنين ولا حضروني ولا حضروا ولا قالوا اش قلت لدرك انا دابا نطلب من الحق ديالي عطوني الحق ديالي واش انا رمانه حنت انا رمانه لازم حضر لي ما داروش ملي كان راجلي حي انا بغيتهم يديروها ملي كان الراجل ديالي حي ملي مات عاد حقروا عليا شكرا لك والله الله يطول عمرك والله يطول عمر سيدنا انا الرساله بغيتها توصل محمد السافر وبغي الحق ديالنا السلام عليكم هذا المشكل دابا انا داو لينا حوايجنا كاملين ما خلو لينا اتات المنزل كامل داو كيعايروا فينا وكيشيروا علينا الارض الحوايج الثلاجه التلفاز المهم اتات المنزل كامل من الحوايج ديال وليد داو ما خلاش حاجه كلشي هز جاب ولادو كاملين جاب يوسف وعلد ونجات وفاطمه جابهم من جابهم كيتحلفوا علينا وكيقولوا تعالوا له تعالوا عندنا هذاك النهار راجل خدام وانا كنت مقابله هنا الحانوت ما قدرناش نوصلوهم قلنا خلي القانون هو اللي كيتصرف كيقول لك لو وصل لنا غنحسكوا لي رجلي عاد دايرين الزرواطه ويحيطوا علينا بحال صافي من دوكا مني كان زرع هو اللفت ما كنتلقاش ليه هو ما كنهضروش مني هو قال لك عطاوني المحكمه عطاتني ورقه عطاتني التراكتور ونحرت به جات دوسي قلت لها انت سيري سير المول التراكتور شد من عندو الورقه اللي عاطيها المحكمه بس ساري حرت شديت انايا جا واحد عايشري اللفت هنا قلت لها تا سيدي تا راك براني وما عارفش هذيك الارض راه فيها النزاع
هذاك اللفت راه ديالنا حنا ما تشيش ليه ولا بغيتي اللفت ديالو راه كاين من لهين توا الساقي. شتي بحكم شتي درتي ليا دعوه ودرتي ليا شهود زور فواحد المره من هنا كبيره كبير غير الله وولد عمو وحده وحده اخرى هذيك الدريه شهدت الا بالحق دارتني حامله وانا ما حاملاش وقالت واش نقت على مول اللفت وقالت لي الا ما كنتيش الا ما محيت محيتيش من اللفت غنقيس عليك كلشي وانا ما حامله ما قلت لي حتى شي حاجه وهذا الراجل اللي كان جاي عطاه الفلوس اللي بغى يشري اللفت راه كاين حاليا واللي قلع هو قالت لي اللفت خمج وقال اللفت ما خمجش جاب لي الطوموبيل وشراه وداه وقلعوا الخدامه الخدامه كاينين واللي بغى يشرى من عنده الفلوس وقف لي على الفلوس كاين ما كيعرفنيش حتى نعرف ما عمرني هضرت معاه راه غير في دوار القواط هذا الراجل اللي شرى من عنده اللفت وحاليا حكموا عليا انا في ثلاثه الشهور سورسي و100 الف الظلم ما دايره فيها حتى شي حاجه ما داويش معاه هو وما معايره هو ولا جاي عديت لهنا يعاير فيا وحاضرين هذوك الناس من الساحل هذوك الناس اللي قلت ادويت معاهم قال لي مني بوراقيكم ما تخليوش يحرط وحنا بغينا قانون هو اللي يحكم فيه واش نمشيو نطيحوا روح معاه هو كيقول لك انا باغي نموت في عينكم غاجي وعدي له انا ما كنوصلوش كنحبس احبس غير الراجل هو اللي حبسته قلت له حتى السيد حتى ما عارفش بلا ما تمشي اللفت ما قلت لي مول لك دابا هذا اللي عارف ما دويتش معاه وما حبستوش مني طاح اللفت رد لي قال لي تعطيني فلوسي انا ما باغيش الصداع قال لي داروني انا اللي حبسته والمراه قالت لي انا شفتها هي المراه ما عمرها شافتني هي اصلا راه مضرقه هكا ما عمرها شافتني ودارتني حامله دابا خاصها الدري كرات زياد دابا هذا اللي دايرين عليه كرات زياد الدري اللي انا حامله به ونطلب من جلاله الملك هو يرد لنا حقنا والله سبحانه وتعالى هو اللي كيرد الحق وربي كبير هذا حط غا علينا وكيقول لنا والله لا ديتوها وحتى تحكم لكم المحكمه وتخرجوا منها بالقوه كلمة أخيرة هو بغينا حقنا هنا حنا كنطالبوا غير في حقنا أما المحكمة اللي كانت عارفة ما عندناش الحق يسلموا عليه ما يقول لنا ما عندكمش حق ومشيو بحالنا عندنا شي حاجة يعطيوها لنا ما عندناش حنا ما عندناش ما عندناش باش نقاوموا محامي وباش نقاوموا محكمة مشى سيدي منور تجي وتشد زمان طلع لسيدي منور حنا ما في حالناش حنا على قد الحال حنا دابا ساكنين في حانوت ودارنا راه الدمة كاملة ودابا أنا كنطلب من جلالة الملك الله ينصرو الله يحفظو بغينا غير حقنا حنا حنا لما كانش عندنا يقول لنا ما عندكم سيروا بحالكم هادشي اللي كنقول انا خلى بيبان حيد سبعه الكرمات وحيد اربعه الزيتونات حيد شفرمج كلشي نصلو كلشي حي ونصلو كما تابعتم معنا متابعي الكرام مباشرة من جماعة خميس عمل عمل